البيت الكبير النهارده بيقدم تهنئه من او بيقدم تهنئه من صديق عزيز وزميل ملاعب لمستر مارسيل كولر وهو باسكال، واحد من زملاء مستر كولر، عضو اللجنه الفنيه في الفيفا ولاعب منتخب سويسرا السابق وسفير متحف الفيفا. لعب مع كولر في جراس هوبرز ومنتخب سويسرا 70 مباراة، ولعب مع جامبيرلي 168 مباراة. هنروح نشوف تهنئة باسكال ونرجع نكمل مع حضراتكم هذه الحلقة. Hey Marcel, fantastic success. Fantastic success, first success with Al Ahly, beautiful club, amazing supporters, amazing future, and I wish you all the best and congratulate again from my side. Keep going, go forward with these amazing fans and your team, and especially also with your staff. And a special greetings to my friend Harry Gamperley too. Hey, well done guys, very proud of you guys there. Okay, ciao ciao. طبعا حاجة مميزة، وإن شاء الله نفضل دايما طول الوقت في أفراح وانتصارات كروية على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي.